بالبيض للغدا مدرار ومن العدل مثل سيوفر هايل. بسمك اللهم نبدا وعليك نستعين وطلب التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. اذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام احييكم وارحب بحضراتكم ضمن هذه المنافسات والتحديات على أرضية هذا الميدان، ميدان الطايف عروس المصايف، ميدان في مهرجان ولي العهد يحضر له الجميع. بالفعل إنه مهرجان ولي العهد الهجن لنسخته الثالثة، الكل حاضر، الكل متواجد على أرضية هذا الميدان، حاضرين من أنحاء ميادين الخليج وحاضرين من أنحاء ميادين المملكة. فمرحبا بالجميع الذين يتواجدون على أرضية هذا الميدان، مرحبا بكم جميعا. انطلق على بركة الله وتوفيق إذا متابعين الكرام. شوطنا السادس عشر للإجداع القعدان العام ورحلتنا المصاحبة لهذا الشوط، ألا وهي الخمسة كيلو. ما تفصلنا عن النوماس الغالية وما تفصلنا على الانتصار. انطلق وياك بانطلاقة وتحديات الغالي بانطلاقة وشعار عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبية، ينطلق بانطلاقة وتحديات الغالية بينما ثاني الأسماء وثاني التحديات من ينطلق على المستوى الثاني. انطلاقة وشعار حمد بن سعيد بن علي الجربوعي المرية، ينطلق بانطلاقة وتحديات الفايز بينما ثالث الشعارات وثالث التحديات شعار زايد بن صنيتان بن فالح الاعتيبية، بانطلاقة وتحديات مكرمة على المستوى الثالث، بانطلاقة وتحديات مكرمة بينما رابع الشعارات ورابع التحديات ينطلق بانطلاقة وشعار بن دروى جار الله بن عبد الله بن جار الله بن دروى المري، بانطلاقة وتحديات تحديات نواف على المستوى الرابع. خامس التحديات ينطلق انطلاقة شقران بشعار حشر بن ظفر الهاجري، ينطلق ابناء النعري ينطلقون بانطلاقة شقران. ها هو ندائنا الاول اتممناه على مسامعكم يا مشاهدين، عودة حيث البداية، عودة حيث الصراع الاول. بن طويرش ينطلق بانطلاقة الغالي على مستوى الأول، عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبية غير من الجانب الآخر، انطلاقة وتحديات وشعار حمد بن سعيد بن علي الجربوعي المرية، ينطلق بانطلاقة وتحديات الفايز على المستوى الأول، ينطلق ويبحث عن النوماس الغالية ويبحث على نقطة غالية في هذا المهرجان، مهرجان ولي العهد. بينما ثالث التحديات وصل بن ظفر حشر او عفوا شعر بن دروى، ثالث التحديات جر الله بن عبد الله بن جر الله بن دروى المرية، انطلاقة وتحديات نواف. الله الله من انطلق نواف من المركز الرابع الى الثالث، ينطلق بن دروى ورابع التحديات شعار حمد بن حمد بن حمد المرية مع نواف على المستوى الرابع. وخامس التحديات خامس الشعارات شعار عامر بن راشد بن سعيد البريص المرية مع النشمية على المستوى الرابع. وخامسا حشر بن ظفر الهجرية مع شقران نواف وشقران. ها هي الخماسية المميزة، الخماسية الذهبية، انطلاقة الفايز، الفايز واثنين كيلو. ما يفصلنا عن النوماس الغالية يا مالك الفايز حمد بن سعيد بن علي الجربوعي المرية بن طويرش على المستوى الثاني.
بانطلاقته وتحديات الغالية. عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبية على المستوى الثاني يا ابن طويرش، وثالث التحديات ثالث الأسماء هنالك شقرون حشر بن ضبر الهاجرية على مستوى الثالث، ورابعا ينطلق شعار بن ذروة جر الله بن عبد الله جر الله بن ذروة المرية مع نواف، وخامسا من الجانب الآخر شعار براي انطلاقة عامر بن راشد بن سعيد الفريصي المرية مع النجمي مع النجمية. ها هو بن طويرش غير وانطلق بانطلاق الغالية الغالي، من ينطلق ليبحث على نقطة غالية في هذا المهرجان عبد الله بن طويرش الوهيبية، ولكن بالراية بالراية على المستوى الثاني مع النجمية عامر بن راشد الفريسية المرية، هنالك النجمي على المستوى الثالث وابن عرية الفومتين. ما يفصلنا على النوماس الغالية يا برايا، ينطلق عامر بن راشد الفريس المرية مع النجمية بن طويرش ونواف وشقران. الله الله الله، وين النوماس الكيلو الكيلو متر الأخير الكيلو متر الخطير كيلو ما في رحمة يا برايا. الأسماء واصلة الشعارات واصلة يا ابن طويرش الغالية الغالية عبد الله بن طويرش الوهيبية مع الغالية نواف بن ذروة على المستوى الثالث ثالث التحديات غنيم بن ذيب بن غنيم الحاجرية مع النايف. الله الله، اضرب لنا الغالي وروح، اضرب لنا هذا البطل يا ابن طويرش، ولكن يصل النايف. وكذلك انطلق علي بن ربيع بن عبد الله العجمية مع ولد ببلش، ولكن الغالية والخمسمية متر الأخيرة النايف النايف والغالية. الله الله، أين النوماس يا مالك النايف؟ يو درب درب درب، يصل هنالك سليمان بن صالح المغيرية مع المتحد. يا ذكر الله يا ذكر الله، ينطلق ينطلق هذا البطل ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا البطل، هو صاحب الإنجازات يضيف الإنجاز تلو الإنجاز ويضيف نقطة غالية في هذا المهرجان مهرجان ولي العهد. سلام سلام يا المتحد، سلام على هذا البطل، من قدم لنا هذا البطل في هذا الأداء والعرض المميز شعار سليمان بن صالح المغير، من قدم لنا هذا البطل هو صاحب الإنجازات يضيف الإنجاز تلو الإنجاز. سلام سلام يا المتحد، سلام بينما ثاني الأسماء ثاني التحديات ثاني الأسماء على ما يبدو لي هنالك شعار أغنيب بن ذيب بن أغنيم الهاجري مع الناج. متابعينا الكرام مستمعينا لفاضل التهاني والنوماس لمالك المتحد سليمان بن صالح المغير، والتوقيت الزمني 7:55 و19 جزءا من الثانية، بين مثلا الأسماء شعار النايف غنيب بن ذيب بن غنيم الهاجر، من قدم أداء يشكر عليه هنالك توقيت الزمن 7:59 33 جزءا من الثانية، وتغريد الأسماء شعار حمد بن فيصل بن طالب آل فهيدا مع مرضي، والتوقيت الزمن 3:62 جزء من الثانية، ورابع الأسماء شعار عبد الله بن طويرش الوهيبي مع الغالي، وخامس تحديات مقصص نواف بن حمد علي بن جابر أبو ساق. إذا متابعينا الكرام مستمعينا لفاضل التحوني والنوماس لمالك المتحد منتزعا لهذا الشوط، من قدم لنا الأداء والعرض المميز هنالك شعار صالح أو عفوا